الرياضيين كان يعني في راسهم هذا التحدي باش يرفعوه، لان اليوم نظن الكل حاب الجزائر ان شاء الله يعني تحصد اكبر عدد من الميداليات، لان اليوم نقول لك حتى القاعات ممتلئه حكيم، الناس تمشي باش يعني تآزر ويعني باش يعني تفرج هاد الرياضيين ويعني باش بور لي سوتونير، وهذا هو الشيء يخلي اليوم هاد الرياضيين انضم. هذه هي الادرينالين تاع الرياضي لما يكون الجمهور يعني اتي كوتي ويتسوتيا من يعني من البدايه حتى النهايه، يزيد لك يعني اضافه اخرى. هذا واش خلى اليوم هاد الرياضيين يحسوا روحهم في ظروف جيده. ونزيد لك على ذلك حكيم، لما تكون يعني في بلدك وتكون ايضا في يعني في قريه كالقريه وين يعني راهم الرياضيين، كل الامكانيات متواجده. ما ناش نقولوا هذه الاشياء باش نزكوا كما راك تقول، لان يعني حتى الاجانب اليوم يتكلموا على الاقامه، يتكلموا على يعني الوجبات، وين يقول لك يعني تقريبا يعني نقدر نقولوا تقريبا يعني كل الظروف مواتيه للحدث، وكل الظروف تقريبا نفس ظروف الالعاب الاولمبيه. ولذلك نظن اليوم كاين اشياء يعني دي فاكتور اللي يخلوا هاد الرياضيين يتالقوا. وزيد على ذلك في الايام يعني اللي عشناها قبل يا في دي تيست ايفنتس، لما تشوف مثلا الجودو اللي كان بطل افريقيا، هذا الشيء ايضا دعم معنوي، لان هاد الرياضيين خرجوا من منافسه وين داو ميداليات. الملاكمين نفس الشيء، انهم في ديناميكيه ايجابيه. نزيد نتكلم على الكاراتيه، نتكلم على المبارزه اللي برزت يعني في المغرب، وين ايضا يعني حصدوا كثير من الميداليات. هذا